فسروا لنا قول الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء ما كان يفعله أهل الجاهلية من استباحة الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال ويجعلون بدلها أشهر أخرى من عند أنفسهم، هذا لا يجوز لأنه تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل الأشهر الحرم أشهر معينة في السنة وهي شهر ذي القعدة والحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، والرابع شهر رجب، الرابع شهر رجب الذي قبل شعبان، فهذه الأشهر حرم الله القتال فيها. المشركون تلاعبوا في هذه الأشهر فنقلوها من الأشهر التي عينها الله إلى أشهر أخرى ونسعوها يعني أخروها، لأن النسيء معناه التأخير، هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية. إنما النسيء زيادة في الكفر ظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله بين لهم سوء أعمالهم، يستبيحون القتال في الأشهر الحرم التي منع الله القتال فيها ويجعلون بدلها أشهر أخرى من عند أنفسهم، وهذا تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.